هادو الوانات ديال هذا وفي هاد الاورانج في روز هذا كلشي الحمام ما شاء الله مازال هذا الحمام كان هو حمام يار دي بيوك دي كيتشو او دا 1850 1850 مازالاردا شويه مش كيجيو مفتوحين هادو بالسراول ديالهم أو جميع أنواع الخضر هنايا هذا ب 80 ليرة مرمى هذا حرير 1400 ليرة هذا 1700 السلام عليكم واهلا وسهلا بكم في جوله جديده من جولاتنا في اسواق مدينه اسطنبول. شحال هذه ما عملنا شي جوله في البازارات الشعبيه، واليوم رجعت لكم فيديو اللي هيكون مميز في واحد من افضل وارقى البازارات الشعبيه في مدينه اسطنبول، واللي هو بازار يشيلكوي. هذا البازار اللي كيتقام كل يوم اربعاء في منطقه فلوريا، وكيتعتبر واحد من احسن البازارات الشعبيه لانه كيضم عدد كبير من المنتجات بجوده اللي ممتازه. كيتعرف كذلك هذا البازار بان فيه مجموعه من الماركات اللي كتكون مقلده على الماركات العالميه والجوده ديالها جد ممتازه. البازار كيتقام على مساحه شاسعه كتقدر ب 12000 متر مربع، وكيضم ازيد من 2000 كشك اللي كتنوع فيها السلع بين الملابس، الاحذيه، الحقائب، اكسسوارات، مواد التجميل، مواد الغذائيه وغيرها الكثير. فقبل ما نبداو جولتنا فيه، لاول مره كيشاهد القناه ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم من عندنا كل جديد، وخليوا لايك وتعليق على هذا الفيديو وشاركوه مع احبابكم وصحابكم. بالنسبه لطريقه الوصول لهذا البازار هنخليها لكم في اخر الفيديو، وهنشارك معاكم كاع المنتجات اللي كتباع في هذا البازار والاسعار ديالها بالليره وبالدرهم المغربي وبالاورو والدولار. فنبداو جولتنا على بركه الله. اللي كيميز هذا السوق كذلك انه مغطى بالكامل، فحتى اذا مشيتو في شي وقيته اللي تكون فيها الشمس او معاكم دراري صغار ما تخافوا والو. فالسوق كما كتشوفوا كله مسقف، جميع الشوارع ديالو الازقه راه كتلقاوهم مسقفين ومرقمين، يعني اي شارع دوستو منه دائما راه تلقاو مثلا زقاق 4 او 5 او 6. حتى اذا دوستو مثلا مشي زقاق عجبتكم شي حاجه قلتو تدوروا وترجعوا فهتلقاو الارقام اللي تعقلوا عليها. كاين هذا البائع هذا عنده الحقائب ديال الجلد كلهم جلد نوعيه اللي ممتازه، الاسعار كتراوح من 400 الى 700 ليره. كاينه بحال هذا الموديل هذا كيعمل 420 ليره اللي كتساوي 155 درهم مغربيه. موديلات كتارين هتلقاو عنده واشكال اللي زوينه. كاين الملابس هتلقاوهم بالكثره سواء نسائيه او رجاليه او للاطفال، ملابس اللي بجوده عاليه. كاين الاكسسوارات كذلك متوفرين، شوفوا معايا هاد السنيسلات هادو كيديروا 70 ليره اللي كتساوي 26 درهم مغربيه. جوده ديالهم جوده اللي زوينه، ما كيتغيرش اللون ديالهم بالاستعمال اليومي، حاولوا تجنبوا غير الماء والريحه باش كيبقاو معاكم مده اطول. فجميع السناسل كما كتشوفوا كلهم ب 70 ليره، كذلك حتى الخواتم والحلاقات. بالنسبه للبلاكيور صراحه عندهم موديلات اللي رائعين، كلهم كتلقاهم بنفس السعر، السعر ديالهم اللي رخيص، وكما ذكرت لكم الجوده جوده اللي ممتازه. شوفوا معايا الموديلات اللي كاينين هنايا، كاينه حتى البراسليات. بالنسبه للبراسلي كتلقاو الاسعار ديالو بين 150 ليره الى حدود 200 ليره، كاين اللي كيبيعوا 150، كاين اللي كيبيعوا 180، كاين اللي 200، على حسب الموديلات. والاهم ان الجوده جوده اللي زوينه، وحتى الذهب ديالهم كيبان لكم صفر يعني فحال الذهب العادي، يعني اذا لبستوهم كاين الناس اللي ما يفرقوش بين الذهب وبين بلاكيور. كتلقاو هاد الاكشاك اللي فيهم فحال هيدا الوجبات السريعه، كاين هاد الرغيف هذا كيكون كيعمل ب 60 ليره او 70 ليره. فيما مشيتو راه تلقاو الاكشاك فيهم وجبات سريعه المشروبات، فحتى اذا عييتو او دوزتو النهار كامل هنا تلقاو فين تاكلو. كاين الحقائب هادو راه التقليد اللي جوده عاليه،
كتشوفوهم في حالهم في حال يعني الاوريجينال التقليد اللي ممتاز. الاسعار ديالهم كما كتشوفوا كاين اللي ب 650 كاين اللي ب 800 كل حاجه والسعر ديالها، ولكن اهم حاجه ان الكاليتي ديالهم كاليتي اللي واعر بزاف. كاينه بحال هاد الصبابط هادو، هذا 750 هادو جلد فافين صراحه، غتلقاو شكالات وكل حاجه وثمنها. هادو الضخم هذا 2000 ليرة، هذا 1300 ليرة الضخم كامل. بالنسبة لهاد الطقم د السفرة كيكون متكون من 26 قطعة وكيجي على شكل طولي، يعني السفرات اللي كيجيو مستطيلين كيجيو إما هيدا مطروزين بعبارات أهلا وسهلا ولا مبارك عليكم شهر، أو مطروزين عاديين يعني طرز عادي. السعر ديالهم بين 1300 ليرة و 2000 ليرة، يعني بين 480 درهم و 740 درهم. وهنا كاين الشيلان ديال الكتاف، نوعية اللي ممتازة جدا، الخامة ديالهم رائعة. بالنسبة لهادو كيجيو مصوفين شوية، السعر ديالهم 700 ليرة اللي كتساوي 260 درهم. هتلقاو فيهم إما د الماركات أو يعني موديلات اللي كيكون من غير الماركات. صراحة الخامة ديالهم خامة اللي جد رائعة، كيجي الطول ديالهم كبير، التوب ديالهم راه ممتاز. بالنسبة للشيلان كاينة د الكتاف وكاينين حتى ديال الشعر. بالنسبه لهادو راه كلهم تقريبا عاملين 700 ليره. هتلقاو الساعات، كاينه النظارات، كاينه البيلوك ديال الشعر، الناس اللي كيبغيو البيلوك. شوفوا معايا هاد الشيله اللي عندهم الجيوبه، حتى هما زوينين بزاف. السيكان الباليزات هنا والكمامات، كاينه بحال هيدا الشرطات هادو قطن 70 ليره، فيهم ميديام لارج اكس لارج دوبل. شوف شحال زوينين هادو بالطرز، كم هادو 600، هادو 600 ليرة كاش. شحال زوينين هادو، يجيو مع كساوي بالنسبة للناس اللي كيلبسو الحجاب، فيهم الظهر بحال هيدا. هادو كاش 700 وكاش 650 وبلا كارت 700. واحد النقطة اللي مهمة ودايما كنذكرها لكم، في الأسواق أو البازارات الشعبية أو في المولات في أي مكان كنتو، إذا خلصتو كاش كتخلصوا بثمن، اذا خلصتوا بلا كارد ديال البنكه كتخلصوا زايد 50 ليره، يعني تقريبا واحد 18 درهم دائما كتخلصوا زايد. فلهذا من الافضل خذوا معكم الكاش، لان اذا تقديتوا بزاف الحاجات ديروا 50 على 50 على 50 راه بها تشريو حاجات اخرين. البازار ما شاء الله راه بازار اللي كبير وواسع، غير هي من الافضل حاولوا دائما تجيو شويه صباح مع ديك 9 راه كيكون البازار فتح، 9 او 10 ما كيكونش يزحم، مع ان البازار واسع والشوارع ديالو واسعين، ولكن في منتصف النهار كيكون اقبال كبير خصوصا من عند ناس الخليج. فهتلاحظوا انهم اكثر ناس كيزوروا هذا البازار لان فيه جوده اللي عاليه للمنتجات، والاسعار ديالهم بالنسبه لي لهم هما رخيصه. مازال حنا كاينه شي مسائل هز بالكم شويه غاليه، ولكن في العموم راه كتبقى اسعار لي مناسبه مع الجوده. كاينه بحال هاد البوديات عاملين 100 ليره، 100 ليره اللي كتساوي تقريبا 33 درهم مغربيه. كاينه هذا كيباع الملابس العصريه المحجبات، صراحه عنده موديلات لي زوينين. هذا جات تقريبا في اخر السوق، السوق راه عنده بزاف ديال المداخل بزاف ديال الابواب، هذا من احد الابواب اللي جات في الجهه ديال مول فلوريا. عنده موديلات كما كتشوفوا طوالين زوينين مستورين، سواء ديال لي زونسومبل او القوامج بوحدهم. الاسعار كتبدا تقريبا من 700 ليره فما فوق، لي زونسومبل كتلقاوهم 850 ليره. فموديلات صراحه اللي رائعين، كاين بحال هاد الانصوم 865 ليره. انا نحط لكم الاسعار ضد بعض الملابس،
وكل موديل كتلقاو فيه مجموعه من الالوان. بالنسبه للسعر ديال هاد الشوميزه الطوالين ولونسومبل اللي طويل بالسروال كيعمل 865 ليره اللي كتساوي 320 درهم مغربيه. اما بالنسبه لهاد القصارين فالاسعار ديالهم بين 750 و 800 ليره. كاينه هيدا قويم جاز بوحدهم، ففي العموم هتلقاو عنده موديلات كتارين وزوينين. كاينه البيجامات هتلقاو سواء الغاليين او رخاصين، كاينه هنا ليناب والمفاريش سواء ديال الطبالي الحجابات الكوزينه اي حاجه كتخص الكوزينه هتلقاوها متوفره. وكاين الاحجام الكبيره متاحه من الاكس ال حتى 6 اكس ال. بالنسبه لهادو ديال السراول احجام كبيره ديال السراول هتلقاو الاحجام كبيره في اي حاجه احتجتوها. هادو السراول عاملين 150 ليره اللي كتساوي 55 درهم مغربيه ونص. وهنا كاينين هاد الحوايج كلشي عاملين له 100 ليره، راه كتبين لكم زعما واخا تاخذوا اللي خديتو اي حاجه كتبقى لكم 100 ليره. 100 ليره اللي كتساوي تقريبا 33 درهم مغربيه، فالثمن ديالهم رخيص. كاينه هنا الملابس الرجاليه تيشرطات الخراسه قبيات. بالنسبه لهاد القبيات عاملين 550 ليره اللي كتساوي 204 درهم مغربيه. الجوده ديالهم جوده اللي جد ممتازه وموديلات كما كتشوفوا زوينين. وكاينه هنا الاواني التركيه واللي اكيد هنلقاوها متوفره في اي بازار. الاواني التركيه معروفه بالموديلات اللي كيكونوا راقيين ومميزين، فمازال هنصور لكم الاواني داخل هذا البازار. واحد النقطه اللي اساسيه وكنذكرها لكم في اي فيديو خاص بالبازارات الشعبيه، بالنسبه لهذا البازار ارى جا بعيد شويه على السنتر المدينه، يعني ما كايناش هنا مكاتب الصرافه، فلهذا من الافضل جيبوا معكم الليره اللي تكفاكم، ما هتلقاوش هنايا فين تصرفوا. كاينه هاد السراول هادو زوينين بزاف، الجوده ديالهم جد ممتازه، كيعملوا 225 ليره اللي كتساوي 83 درهم مغربيه. السوق كما كتشوفوا راه كله مسقف، يعني كتمشيو فراحتكم، ما كاينه لا شمس لا حاجه. كاينه هنايا الفوط كذلك متوفرين بشكل كبير. الملابس الاطفال كذلك هتلقاوهم هنايا بشكالات ونوعيات اللي مختلفه سواء ديال البايز او الخروج للماركات او العادي. كاينه بحال هادو عاملين 200 ليره اللي كتساوي 74 درهم مغربيه. كاين كذلك الملابس الداخليه متوفره بشكل كبير بنوعيات اللي زوينه. كاينه الملابس القطنيه، فكنحاول نعطيكم نبذه على نوعيه السلع اللي كاينه داخل هذا البازار. وهنا كتلقاو الاكشاك اللي كتباع فيها الوجبات السريعه، ففي واحد الجانب من السوق هتلقاو عدد كبير هاد اصحاب الوجبات السريعه. كاينه كراسه طبالي فين تجلسوا، فهتلقاو عندهم الرغيف اللي كيكون معمر سواء بالجبن او السبانيق او بالبطاطا، السعر ديالو بين 60 و 70 ليره. وكتلقاو كذلك عندهم شاورما، كتلقاو بعض الوجبات الاخرى والمشروبات. فاكيد من بعد ما كدورو في السوق الا وهتجوعوا تبغيو فين تسترحوا، فهتلقاو هاد الاكشاك موجودين. هنا كاينه هاد الطبيصلات اللي كيجيو بشكالات وموديلات متنوعين، الاسعار ديالهم بين 30 و 50 ليره، بين 11 درهم و 18 درهم مغربيه. كما كتشوفوا موديلاتهم زوينين. واذا كنتوا اول مره كتعرفوا على القناه ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم من عندنا كل جديد، وخليوا لايك وتعليق على هذا الفيديو وشاركوه مع احبابكم وصحابكم باش يوصل اكبر عدد من الناس. ونكملوا الجوله ديالنا. كاينه هنا هاد السبادريات هادو، بالنسبه للجوده ديالهم جوده اللي زوينه، السعر ديالهم كيعملوا 550 ليره. بالنسبه للموديلات الاغلبيه ديالهم تقريبا في حدود 550 ليره، كاينه اللي كيعملوا 400 وكاينه اللي 450. 500 ليره كما كتشوفوا اللي كتساوي 204 درهم مغربيه، فالثمن ديالهم جد مناسب. وهتلقاو منتجات العنايه بالبشره مواد تجميل فمتوفره بشكل كبير باسعار اللي رخيصه، راه كل حاجه كتلقاو عليها السعر ديالها. فحال الشيتات عاملين 25 ليره، كاينه العكوره، كاينه الماسكارا، المهم اي حاجه كتخص مواد التجميل هتلقاوها متوفره وباسعار اللي جد رخيصه. وهنا كاينين هاد القوامج هادو اللي صيفيين زوينين بزاف، التوب ديالهم دلولان كيعملوا 300 ليره اللي كتساوي 111 درهم مغربيه. شوفوا لي على اللوينات ديالهم شحال فنين، الوان اللي صيفيه. بالنسبه للطول ديالهم كيجي في حدود 82 سنتيم، يعني ماشي طوالين بزاف. وكاينه هاد الكتماس هادو ديال قيس، هادو فيهم لوانات، فيهم الباج البياض الكحل، الثمن ديالهم 750 ليره اللي كتساوي 277 درهم مغربيه. شوفوا لي هنايا الشكالات ديال القوامج وديال الكساوي، فكاينه خيارات كثيره. وهنا كاينه ليكاب، بالنسبه لهاد ليكاب هادو شتويين كيجيو سخانين، ليكاب اللي عندهم الضيف كيديروا 750 ليره.
كاين هاد الشيلان هادو ماركه ايفيم كوتون، شيلان اللي فنين، السيلات ديالهم رائعين، فيهم لوانات وشكالات. بالنسبه للثمن ديالهم 450 ليره اللي كتساوي 167 درهم مغربيه. ايفيم كوتون ماركه اللي تركيه، سبق لي شاركت معكم المحل ديالهم اللي كاينه في سوق الجمله ديال الفولار والشال. بالنسبه للناس اللي كيعملوا الفولار والشال غنخلي لكم الفيديو في الاعلى، اذا كنتوا باغيين تقدوا بالجمله هيكونوا الاسعار بطبيعه الحال اقل من هذا السعر. فبالنسبه للموديلات ديالهم كتكون موديلات اللي زوينه، شوفوا معايا هذا السيل، هذا كيجي الشال اللي مقسوم على جوج، النص ديالو ثوب والنص فحال تليجه، فيه لوانات كثارين، كلهم كيجيو هيدا بالبوشيت ديالهم، فيهم الماركه ديالهم، فموديلاتهم صراحه زوينين. سوق ما شاء الله راه كبير بزاف، كما ذكرتكم في البدايه راه فيه ازيد من 2000 كشك، يعني كاينه عدد كبير ديال الاكشاك وعدد كبير ديال السلع اللي هتلقاوها داخل هذا السوق. وكما كتشوفوا نوعيه السلع زوينه بزاف، كاينه هاد العطور هادو كيعملوا 70 ليره، الثمن ديالهم اللي رخيص 70 ليره اللي كتساوي 26 درهم مغربيه. البيجامات كذلك كما ذكرت لكم في البدايه هتلقاوهم متوفرين، كاينه هاد الكسيويات هادو ديال الدار راه فيهم حتى المقاسات الكبيره، كما كتشوفوا راه كيكتبوا بالعربيه. اي كشك كتلقاو عنده الانستغرام اذا بغيتوا تدخلوا تشوفوا نوعيه السلع اللي عندهم. بالنسبه لديك الكساوي كما شفتوا راه فيهم مقاسات اللي كبيره حتى 5XL، وكاينه هادشي ديال المشغولات اليدويه. الاتراك معروفين بالصناعات اليدويه او الاعمال اليدويه، كما كتشوفوا كاينه هاد الموديلات هادو كيعملوهم سواء طوق او بندوات او حتى في الفولارات كيخدموهم. وهنا كاينه الصابون الطبيعي بعطور اللي مختلفه، وكاينه حتى الزيوت ديال المساج، فاي حاجه طبيعيه الا وهتلقاوها كذلك داخل هاد البازار. كاينه الاكسسوارات الهواتف البوشيطات، شوفوا لي هادو الايفون شحال زوينين، فهتلقاو شكالات وموديلات اللي متنوعه، اي حاجه كتخص الهواتف الا وهتلقاوها هنا، سواء البوشيط الاكسسوارات كما ذكرت لكم الشارج اي حاجه الا وهتلقاوها. شوفوا معايا هاد البوشيط شحال زوين. بالنسبه للاسعار راه كتبدا تقريبا من 150 ليره فما فوق، الاسعار كتغير على حساب كل موديل. 150 كاينه بحال هادو زوينين، ولكن هذا هو العرض ديالهم، العرض ديالهم صغير. وكاينه هادو صوفيين، هادو صوفيين، هادو زوين صراحه.